وصلنا لفقرة المطبخ وفقرة هم المام، وهنعمل حاجة حلوة جدا الأطفال أعتقد كلهم بيحبوها. بس قبل ما نبدأ الأكلة بتاعتنا تعالوا نشوفوا همتو جايبالنا إيه. همتو جايبالنا النهاردة هولو دروبس. هولو دروبس دي عبارة عن بونبون، بونبون زي ما احنا شايفين ده، فليفرز كتيرة جدا عندنا، فليفرز التوت والستروبري والكريز والبرتقان، فليفرز كتيرة جدا وطعمها حلو قوي قوي. وعايزة برضو أأكد انها امنة، وكل والمواد المصنوعة منها هي مواد امنة جدا جدا للاطفال. دي كانت هدية همتو النهاردة في الحلقة لينا. وعشان نعرف كل منتجات همتو ونعرف اكتر زوروا موقعهم على الفيسبوك علشان تعرفوا كل منتجات همتو. تعالوا النهاردة نعمل حاجة حلوة قوي، نعمل كيكة وهنحط حاجات عليها من منتجات همتو برضو، وهنشوف بعد ما نعمل الكيكة نقدر نحط عليها ايه. بس كالعادة يا جويرية وياسين، ياسين ركز معايا، سيبك من همتو الوقف بيلعب هناك ده، مامي دايما بتنسى تجيب حاجات. مامي عايزه تعمل كيكه، احنا النهارده هنعمل كيكه ومامي نسيت تجيب ادوات الكيكه. فطبعا هنضطر ان ندي الجويريه السبب بتاعنا وندي الياسين السبب بتاعنا، ونقول بسرعه 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 في خلال دقيقه او دقيقه ونص عشان هما صغننين شويه يفكروا، نشوف مين هيبقى شاطر ويجيب حاجات الكيكه. بسرعه نروح السوبر ماركت نشيل حاجات الكيكه. يلا 5 4 3 2 1 روح الكشك بتاعك اهو، وانت الكشك بتاعك اهو. يلا انزلي انزلي انزل من الكرسي. يا ترى يا ترى الكشك بنجيب ايه في الكيكه؟ ها يا ياسين فكر انت وجويريه بنجيب ايه. يلا فكر يا ياسين. وعبال طبعا ما هم يفكروا كالعاده انا هقعد ادوق ايه بونبون اللي بالتوت عشان بحب طعم التوت. يلا شاط يا ياسين اسرع، يلا قبل ما الدقيقه تخلص. وانت بتلعب بتعمل ايه؟ يا ترى اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي بيفكروا الكيكه بتتعمل بايه؟ الكيكه بتاعتنا اللي مامي بتعملها بنعملها بايه؟ ها حاجات صعبه ولا لا؟ يلا يلا يا ياسين بسرعه. الكيكه بنعمل ايه؟ بنحط دقيق، سكر مثلا، ملح، بطيخ، كانتالوب، فلفل، فلفل اسود مثلا، بنحط فلفل اسود، ليمون، ممكن نعمل الكيكه بالطماطم. ها يلا دي خلصت ولا لسه؟ يلا احنا وصلنا ل10. عشرة، 9 8 7 6 5 4 3 2 خلاص التايم بيخلص يا جماعة، 1 0 خلاص. تعالى خلصت المسابقة، خلصت. تعالي اهلا اهلا وسهلا جويرية، يا اهلا يا اهلا وسهلا. ده انت صرفتي كل المصاريف، ده انت صرفت الدنيا، يا ده انت بعطلت الدنيا. يلا ايوه نشوف بقى الاستاذ ياسين جاب لنا ايه هو وجويرية، وماما هتعمل كيكه ولا لا. طيب نشوف ياسين جاب لنا دقيق، صح يا ياسين؟ تشيك فايف صح، جاب دقيق. طيب نشوف نشوف الاول واحده واحده، جاب لنا لبن، برافو، نعمل الكيك باللبن. تمام جاب لنا زيت، لا انت شاطر، لا لا ياسين شاطر جدا جدا وجاب الزيت. هو في ناقصه وحاجات كتير تانية بس يعني مبدئيا ده برافو عليك. تعال نشوف بقى ايه، انت صرفتي فلوسك كلها صح؟ جابت زيت، اوكي برافو موافقين. جابت بيض، ما جبتش بيض، جبتش بيض، احنا بنحط بيض في الكيكه. جابت لبن، برافو لبن. جابت جبنه، لا مش بنحط لبن، جبنه في ال، دي غلط. جابت سكر، برافو جابت سكر. جابت خل، جويرية هتعمل كيكة بالخل، لا جويرية احنا ما بنحطش خل على كيكة، دول اتنين غلط خالص جدا. طب ناقصنا، ناقصنا ايه بقى تاني؟ ناقصنا ايه يا جماعة؟ ناقصنا ايه ما شلتهوش؟ احنا ايه؟ بيض، حاجات مكونات مزينة عليها الكيكة، بيض، ايوه برافو انت صح. ما احنا هنزين الكيكه دلوقتي، عندنا زيت،
بيض، لبن، سكر، دقيق، وفي طبعا فانيليا برضو هما مش هيعرفوها، في حاجة اسمها فانيليا وبيكنج باودر، اوكي؟ علشان بتخلي الفانيليا بتعمل ايه في الكيكة؟ ايه؟ طبعا انتوا ما تعرفوش يعني ايه فانيليا صح؟ الفانيليا دي بتدي طعم حلو قوي للكيكة، بتخلي طعمها جميل. البيكنج باودر اسمه بيعمل ايه في الكيكة؟ انت مالكش دعوة، انت بتاكل الكيكة بس ياسين صح؟ بيكنج باودر بيخلي الكيكة تنفش زي كده، هي اللي بتخلي الكيكة تنفش. يبقى معلومة النهارده ان في حاجة اسمها فانيليا وفي حاجة اسمها بيكنج باودر. عملنا كيكة وخلصناها وبقت جميلة وعملناها كده. طيب احنا ممكن نعمل بقى ايه؟ نروح لهمتو نقول لهم، نخبط عليهم ونقول لهم لو سمحتوا يا همتو عايزين نزين الكيكة بتاعتنا. همتو قال لنا طبعا طبعا تحت امركم، يا سلام احنا عندنا شوكولاتة جميلة اسمها زازا كريم، ممكن نزين بيها الكيكة بتاعتنا. استنى لما نفتحها شوف الزازا كريم زي ما جويرية قالت. انت بتحبي تاكلي كيكة سادة ولا متزينة؟ اهو الاثنين. الله، طبعا انا هزقها يعني بعمل اي حاجة دلوقتي كده اهو. ممكن نعمل نزين بيها. وعندنا كمان حاجة جميلة برضو همتو، ممكن نخبط على همتو، اسمها اول بوند. دي عبارة اول بوند ده ايه بقى؟ حاجات برضو لطيفة جدا بنزين بيها. طبعا انا مش معايا سكينة، لو معايا سكينة برافو. وممكن ايه نزين بيها الكيكة، نعملها كده دلوقتي اهو بألوانها الجميلة الحلوة، تعمل لنا اشكال حلوة قوي للكيكة. فهمتوا بصراحة مدلعينا جامد جدا، ونزين الكيكة بالحاجات دي. حلوة الكيكة دي؟ عاملة زي الأنوار اللي بننورها في رمضان. اه شفتوا بقى عاملة زي الأنوار. عجبتك الكيكة ياسين؟ طب انا هسألكوا سؤالين بقى والأشهر عشان ناخد الجايزة في الآخر. قوليلي مين يقول لي أنواع الكيكة، قولولي كذا نوع لأنواع الكيكة، مين أشطر؟ هبدأ بياسين. ياسين قولي نوع من أنواع الكيكة، بتحبي نوع إيه؟ عندنا كيكة إيه وكيكة إيه وكيكة إيه؟ كيكة بالشوكولاتة. برافو، كيكة بالشوكولاتة. عندنا كيكة بالإيه تاني؟ تعرفي يا جويرية؟ آه بالفانيليا. كيكة بالفانيليا؟ والكريمة. عندنا كيكة برتقال وكيكة فراولة وكيكة شوكولاتة، وعندنا حاجات كتيرة جدا ونكهات كتيرة أو ممكن نعمل بيها الكيكة. آخر سؤال، آخر سؤال هسأله لكم، إيه الفرق بين كيكة البرتقال وكيكة الشوكولاتة؟ الشوكولاتة طعمها غير البرتقال خالص ولونها أسود، والبرتقال طعمها غيرها خالص. يا سلام على الثقافة والجمال. كيكة الشوكولاتة لونها أسود بتحط عليها شوكولاتة، وكيكة البرتقال بتحط فيها برتقال. في حاجة نسيت أقولها، كيكة الشوكولاتة إحنا نسينا نجيب فيها الكاكاو ونسينا نجيب الشوكولاتة، مش هنعرف كده نعمل كيكة الشوكولاتة. يا برافو عليكم، إحنا دلوقتي عملنا الكيكة وعرفنا المكونات بتاعتها. جه وقت الجايزة اللي هياخدوها بهمتو، يلا ناخد الجايزة علشان كانوا شاطرين جدا. أنا أنت مالك مالك يا ياسين؟ الحمد لله. آه يا حبيبي ماشي خلاص أوكي. يلا بقى إحنا نخلص الحلقة بتاعتنا ونقول ثانك يو لهمتو على الحاجات الجميله علشان ناكل الشوكولاته بتاعتنا وكيكه الشوكولاته بتاعتنا. يلا خلصت الحلقه النهارده، ويا رب تكونوا عرفتوا الكيكه بتتكون ازاي، ويا ريت اللي يعرف يعمل كيكه في البيت يعملها ويصورها لي وينزلها على صفحه الفيسبوك علشان يكسب معانا الجائزه. اللي كيكته احلى ومتزينه باحلى زينه هو اللي هيكسب معانا. انا ماما بتخليني اعمل الكيكه وعملتها على اليوتيوب. يلا نزليها عشان تكسبي تاني. خلصت فقرتنا النهارده، ويلا نروح للفقره اللي بعد كده.